شاء الله بخير وتشوفون هالفيديو. اليوم الفيديو حنبدي من البداية لحد من كل غرفتنا. قبل كل شي بنات حطوا لايك واشتركوا القناة اذا كنتوا ما مشتركين، وكتبوا كومنت حلو نفسكم من ناحية الصبغ، من ناحية الديكورات، من ناحية الديكور الشتوي والصيفي، من ناحية هواي اشياء. يعني اليوم راح نسوي كل شي من جديد، فخليكم معي وباو. شي صبغت اللون اللي هو الجوزي، طبعا مختلف اللون يعني بكون، فما ادري شلون طالع. دقيقة، ما لا مو هيجي ولا هيجي، ولا خلينا نثبت على هالفلتر. اول شي لون جوزي، ها اذا كلش عجبني، لكن مو افتريته كان لون جوزي وسادة، فقلت اوه ليش شلون هاي، بالعلم انه هو بالحقيقة مو جوزي، جبته مشمشي بس صار غامق كلش فصار هيجي. بس يعني والله ما طالع نفسي بالكاميرا، شوفوا دول كلها صبغ ما ادري شنو. ولا لا معي، اول شي صبغت اللون الجوز، انتظرت ينشف شوي، طبعا هو كان جاف يعني مو من هذا اللي يطول. ثاني شي حطيت هذا الديكور الجديد اللي اسمه مو هيجي يصير، فمثل ما تشوفون هذي هذا راح تنفتح 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 بعد ما ثابت. العفو، شوف شلون صار النوب، انشعلت الفلاش عزيها بالتصوير. هسه الصبح راح يكمل هذا، راح تنفرش شي راح تمسح ويا الحايط، فما راح يصير نفس هسه نفس اللي يصح ولا مثلا متغلص او هيك شي. فهذا الحايط العادي اللي انتو تعرفوه كلكم، راح اشوفكم الصورة القديمة له بفيديو. هذا الفيديو، هاي هنا جلو، وهذا كله هنا الشباك، كله راح اشوفكم اياه، بس هسه بشوفكم جزء جزء. الحد الثاني اللي هو اللي احبه اللي سويناه، هذا الديزاينر كلش حبيته، يجي خطوط وبناتها هاي هذا نفس الزغرفة تقريبا، وشلون صار لونه هاي الدقم راح اسويها بالوان، شكله من بعيد كلش حلو ويستاهل لايك. باي ديت بيها صبغ. هذا الحد الثاني شفتوه. يجي على الحيط الثالث اللي يخبل، اللي كلش عجبني اللي صير بالواجهة، كلش حبيت الفكرة اللي انا سويتها هيجي. هذا ذكرى الصبغ، شكله انه حماتين حتى قلوب او اضاءة، راح ترسى اضاءة يعني، ما كنت احط هيجي قوية بالتصوير. يختلفين بس هو بالحقيقة أحلى بهواي يعني. أوكي، إن شاء الله بالتصوير هواي وهي صور لكم بحال هذا الحائط. جبت هذا النوع، طبعا هاي الفرشة جبت هاي، جبت فرشتين، هذا الشكلة طفية الأضاءة، شكله اسمه جالكسي، ما ادري شنو بعد يعني، بس هذا شكله اللي ليش مو بس تشوفوه في لبست ومن دا اصبغ هذا دا يدمرت يعني، هاي كان شي بدا. جبت هاي ادوات كلهم، جبت فرشتين وهاي البرمال، اللي عندنا اثنين برمال فما قدرت اجيب اكثر يعني، ما ردت اجيب اكثر. هذا اسمه الصبغ، هنا حطيت الصبغ وهناك حمات حطيت الصبغ، فكل من لسه غراض هو اشتريت غراض، حشوفكم اياها باكر الصبح من كملت تصوير الفيديو. هسه راح اروح اغسل وامسح كل هذا الفيديو هاي واطب اصبح واكملكم واروح انام. لا تشوفون كل الاغراض، وباي باي، جود نايت. وحشي عدت قبل تقريبا 4 ساعات هيجي يعني من الصبح، هسه حاليا الساعة 12، خلصت ترتيب الغرفة كلها، طبعا ظهري انكسر من الترتيب وهاي والشغل مال الغرفة يعني. طبعا الصور اللي حطيتهن، حطيت هذي اللي انتو شايفيها المجنطلة الذهبية، شوف شو ما ادري شلون صار اللون، هذي هذي حطيتهن هنا بهذي الجهة، هنا حطيت المخدة والجرجة، طبعا ده نسي عن مغيرتهن، دا ادور هنا حطيت هذه الوسادة،
هاي الجهة كلها نو هنا طبعا غيرت مكان الشربوية هنا هذا الحائط فهذه هنا هذه النبتة الزرعة شو الفلاش هيجي شكلها هيشلونها بس طالعي كل جهام قد تصوير فراح أحط بعض الضوءات بالغرفة هنا خارجنا كل جهام فهذا الشجرة هنا حطيتها هنا بعد راح أصور لكم مش كم إن شاء الله هنا بهذه الحائط اللي شفتوا البارحة هيجي حطيت هذي شوفوا يعني ما ممسوحة هاي هنا هنا هاي الجهة ما عندك مصارة برضه مظهر الجزء الثاني ما تبدأ حطيت هذه هنا الثانية شكلها ما تنحصل طبعا المستقبل الألوان دي هذا سويته جوزي الأخر أخر غامة جوزي هذا الألوان جوزي الجزء الأخر وهنا بعد ما نتجاهل بعد ما اشتريت هذه الجديدة حسيت خلاص من الأشياء القديمة هيك شيء فهنا بعد الجديدة نتجاهل هيك تعتقد جديدة بس طبعا جبتها حمراء ما أدري شلون أصبغ الغرفة كان جبتها مش مشيك بس شو اسمه عادي تقدر يعني هي شمعة وهنا بني هذا الشيء بسيط تقريبا يعني